بسم الله الرحمن الرحيم. انتر فيلان راوتنج. ايه حوار الانتر فيلان راوتنج ده بقى؟ لما كنا قسمنا الشبكه بتاعتي لمجموعه من الفيلانات، كان الهدف الرئيسي من الفيلانات ايه؟ ان انا اعزل كل قسم عن الثاني؟ لا، امال الهدف ايه؟ ان انا اقلل حجم البرودكاست دومين، اقسم الشبكه بتاعتي لاكثر من برودكاست دومين، عشان لو جهاز جه حب ان هو يبعت برودكاست بدل ما البرودكاست يوصل على مستوى الشبكه بالكامل، لا يوصل بس لمين؟ للفيلان اللي هو تبعها. طب انا بعد كده هبدا ان انا اعمل راوتنج بين الفيلان، لان طبعا كل فيلان زي ما اتفقنا مش هتشوف الفيلان الثانيه. الخطوه اللي بعديها هعمل انتر فيلان راوتنج، المقصود بيها ايه؟ اني اروت الترافيك ما بين كل فيلان والثانيه. طب منين انا اصلا قسمتها لفيلانات، ومنين هرجع تاني ان انا اعمل راوتنج بين الفيلانز؟ صح، لان زي ما اتفقنا مش الهدف خالص ان انا اعزل كل قسم عن التاني، امال الهدف ان انا اقلل حجم البرودكاست منين. حتى بعد ما اعمل راوتنج بين الفيلانز، لو انا عندي كاس كمبيوتر حابب انه يبعت ترافيك لفيلان تانيه، هيبعته له بس كيونيكاست، يبقى الترافيك ما بين الفيلانات المختلفه هتوصل ايه؟ يونيكاست. لكن جهاز بعد برودكاست للفيلان اللي هو فيه بس، حتى بعد الراوتنج. تمام، من اسمه راوتنج، وعشان اشغل راوتنج لازم استخدم جهاز بيفهم لاير 3. صح، مين الجهاز اللي يفهم لاير 3؟ الراوتر او المولتي لاير سويتش. صح بالظبط، تمام، يا اما راوتر يا اما ايه؟ مولتي لاير سويتش. الراوتر ذات نفسه فيه طريقتين للكونفيجريشن عشان اعمل راوتنج بين الفيلانز. الطريقه الاولانيه تراديشنال انتر فيلان راوتنج، الطريقه الثانيه راوتر اون استيك. راوتر ايه؟ اون استيك. دايما الكلمه دي بتفكرني بالفيلم بتاع برد اون واير. تمام، ما علينا، مش مشكله. تراديشنال انتر فيلان راوتنج، تعالوا نشوف الفكره بتاعته عامله ازاي، وانا مش هشرحه لان في المستوى ده اعتقد ان عيب قوي 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 اعمل لب المنظر ده. تمام، هنشوف. تمام، لو انا عندي راوتر دلوقتي متوصل هنا بسويتش، والسويتش عليه افصل يلا بقى، والسويتش عليه مجموعه من الاجهزه، كل جهاز في فيلان مختلفه. ادي الراوتر سويتش. تمام، هفترض ان انا موصله ده اسر 0 على 0، الانترفيس ده اسر 0 على 1، اسر 0 على 2. تمام، وعندي هنا جهاز بي سي 1. بي فيري كارفول بقى من حاجه، لو انا ناويه اعمل راوتنج بين الفيلانز، يبقى من اولها كده كل فيلان كتقسيمه اي بيات لازم تكون في نتورك اي دي مختلفه، لان الراوتر اصلا لو نفتكر كان وظيفته ايه؟ ربط نتورك ايديز او شبكات مختلفه. فطالما انا هخليه راوت داتا ما بين فيلانات مختلفه، لازم اساسا يكون كل فيلان ايه؟ ها؟ في نتورك ايدي مختلفه. فده مثلا هفترض ان هو تبع فيلان 10، تمام؟ واخد اي بي 192.168.10.whatever. تمام؟ هفترض مثلا ان انا هديله اي بي فعلا دوت 100. تمام؟ طب والناحيه الثانيه بالنسبه لبي سي 2 نفس الكلام، هخليه مثلا تبع فيلان 20. تمام، ونتورك اي دي 192.168.0/24. تمام، هدي البي سي هنا دوت 100، وهدي البي سي هنا دوت 100. تمام، المشكله بقى اللي واقفه قدامي، ما اسمعش نفس ليك يرتاحي. المشكله اللي واقفه دلوقتي قدامي الانترفيس بتاع الراوتر، هفترض دلوقتي ان انا موصله ده مثلا فاست 0 على 0. تمام، الانترفيس ده الاي دي بتاعه يبقى ايه؟ ما خدوا بالكم، نتورك اي دي عايزه توصل لنتورك اي دي ثانيه، الترافيك لازم يوصل لمين الاول؟ الراوتر. والراوتر هو اللي هياخد الترافيك يبعته للنتورك اي دي ثانيه. صح، الانترفيس بتاع الراوتر ياخد اي بي كام؟ 192.168.10 ولا 192.168.20؟ اما انا عارفه انه حلو السؤال ده. ما انا مشكلتي دلوقتي ان انا لو خليته 192.168.10، تمام، ساعتها الاجهزه اللي فيلان 10 هي اللي هتقدر توصل للجيت واي بتاعها، والله بي ده هو اللي هيبقى الجيت واي بالنسبه للاجهزه، لكن الاجهزه اللي ناحيه دي مش هتقدر توصل. طب لو انا خليته 192.168.20، الاجهزه اللي الناحيه دي هي اللي هتقدر توصل له، لكن ناحيه 10 مش هتقدر توصل. صح، طب والحل؟ قال لك الحل اللي قدامي دلوقتي، مفيش قدامي حل غير ان انا اوصل الراوتر والسويتش باثنين انترفيس،
واحد مثلا فاست زيرو على زيرو والتاني فاست زيرو على 1. فاست زيرو على زيرو هديله اي بي 192 168 واحد واحد مثلا اصل 10 واحد تمام. والانترفيس التاني 192 168 دوت 20 دوت واحد. ويبقى ساعتها الاي بي ده هو الجيت واي بتاعت الاجهزه اللي تبع في لان 10، والاي بي ده هو الجيت واي بتاع الاجهزه اللي تبع في لان 20 تمام. وبرده محتاجه ان انا اشغل راوتنج، مش الراوتر عشان يخلي شبكات مختلفه لازم اشغل راوتنج، اشغل ايه اللي على مزاجكم، عايزين ايه او اس بي اف ولا ايه او جي ار بي. او اس بي اف في عينك، ايه او جي ار بي في عينك برده. ها بالظبط مش محتاجه، انا مش محتاجه لان كده كده اصلا ار واحد شايف الشبكتين دايركت كونكتد. اشغل راوتنج بروتوكول ليه؟ عايز ايه؟ تمام. يبقى انا اصلا ايه مش محتاجه راوتنج بروتوكول لان اصلا الراوتر ار واحد شايف الشبكتين دايركت كونكتد تمام. يبقى اللاب ده يتعمل ازاي؟ هاجي على السويتش، على السويتش ده اخلي الانترفيس ده، والانترفيس ده اكسس سويتشز ولا ترانك؟ اكسس صح؟ 7 فيلان 10. والانترفيس ده والانترفيس ده اكسس انترفيسز 7 فيلان 20. ده اللي انا هعمله على السويتش. يبقى كاريت الفيلانات وخلي التو بورتس دول 7 فيلان 10 والتو بورتس دول 7 فيلان 20. واجي على الراوتر احط اي بيات على انترفيس فاست 0 على 0 وفاست 0 على 1 بس، ما شغلش اي راوتنج عليه تمام؟ بس الشبكه بتاعتي. ها طب لو انا عندي كذا فيلان، يعني انا عندي فيلان للسيرفرات فيلان اتقل لسه ما خلصتش سيرفرات، لسه ما خلصتش تمام. السيناريو ده مش ريكومندد لسبب بقى. ليه؟ دلوقتي افرض ان انا عندي في الشبكه بتاعتي 100 فيلان، معنى كده ان انا هوصل الراوتر والسويتش بكام انترفيس؟ ب 100. ده منطقي؟ لا. وعشان كده التراديشنال انتر فيلان راوتنج لا محدش بيشتغل، مش عايزين. واضحه؟ ندخل في النوع الثاني راوتر اون ستيك. انا رجعت تاني لنفس المشكله اللي مقابلاني، فاست 0 على 0 واخد اي بي كام؟ ياخد اي بي كام؟ دوت 10 ولا دوت 20 صح؟ قال لك ايه رايك في الطريقه بتاعت الراوتر اون ستيك؟ انا هنزل تحت الانترفيس الحقيقي اقول له نو شت داون بس تمام، مش هديله اي اي بيات خالص. وبعد كده عن طريق الكونفيجريشن هبدا ان انا اكريت سب انترفيسز، مجموعه كده من الانترفيسز اللي هي يعني كتشبيه مثلا زي اللوب باك مثلا تمام. ادي سب انترفيس وادي سب انترفيس. السب انترفيس ده هديله مثلا اسم فاست 0 على 0، ازاي بكريته؟ بقول له فاست 0 على 0 دوت اي رقم، اي حاجه يفضل مش ماست ان يكون بنفس رقم الفيلان. يبقى اسهل بس في الترابل شوتنج، عشان عيني لو وقعت على فاست 0 على 0 دوت 10 اعرف ان ده انا عاملاه عشان فيلان 10. واديله اي بي الانترفيس ده ايه؟ 10 دوت 1 مثلا تمام. وكريت سب انترفيس تاني اللي هو فاست 0 على 0 دوت 20، واديله اي بي دوت 20 دوت 1. من وجهه نظر الراوتر هو الراوتر شايف ان ده انترفيس وده انترفيس فعليا، لكن هما في واقع الامر ما لهمش وجود. فمن وجهه نظر الراوتر ان الراوتر او الترافيك ماشي كده، هيمشي على الانترفيس ده كده، ينزل على الانترفيس ده، يجي هنا تمام. طب ايه رايكم بقى؟ الداتا فعليا بتمشي على مين؟ على الفيزيكال انترفيس، وترجع تاني على نفس الفيزيكال انترفيس. معنى كده ان الفيزيكال انترفيس دي البورت ده اللي وصل بالراوتر يكون نوع ايه؟ اكسس ولا ترانك؟ ترانك، لانه هيشيل كل الفيلانات رايح جاي تمام. يبقى اللاب ده هعمل فيه ايه؟ كل اللي انا هعمله هاجي على البورت ده اوصله او احوله المود بتاعه اكسس واخليه تبع فيلان 10، والانترفيس ده هخليه اكسس تبع فيلان 20، واجي على البورت اللي فوق ده اخليه ترانك، واجي على الراوتر اكريت اثنين سب انترفيس. سب انترفيس فاست 0 على 0 دوت 10 تمام، وادي له الاي بي ده فاست 0 على 0 دوت 20 دوت، او سوري ادي له الاي بي ده. تعالوا كده نقوم التوبولوجي ده. لو انا جيت دلوقتي هنا على سويتش تمام، وهوصل هنا راوتر وهتست مثلا على اثنين فيرتشوال بي سي، ادي واحد ادي الثاني. احنا اتفقنا على اسر 0 على 0 وده اسر 0 على 1، فاست 0 على 0
بقيس الريل على طول ونقوم التوبولوجي ده كده. ونكونكت على الديفايسز. هاجي هنا على الراوتر او البي سي الاولاني اديله اي بي كام زي ما اتفقنا 192.168.10.100 دوت 10 دوت 100 والسبنت ماسك. واوعى تنسى تديله جيتوي. تمام. نفس الكلام بالنسبه للبي سي 2 هديله اي بي 192.168.20. تقول له هنا على بريفكس؟ لا. وادي له جيتوي هنا كام؟ 20.1. تمام. هاجي بقى دلوقتي على السويتش. اتفقنا السويتش هعمل فيه ايه؟ اكريت بس الاول في لان 10 و20 وانزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 واقول له سويتش بورد كنوع من السكيورتي مود اكسس الاول، وبعد كده عشان احوله فعلا ان هو تبع في لان 10 يبقى اقول له سويتش بورد اكسس في لان 10. ونفس الكلام على الانترفيس اسر 0 على 1 سويتش بورد مود اكسس سويتش بورد اكسس في لان 20. بعد كده انترفيس اسر 0 على 2 ده الانترفيس اللي رابطني بالراوتر فوق صح. هقول له هنا سويتش بورد مود ترانك. ما ينفعش ان انا اعتمد على بروتوكول الدي تي بي على النيجوشيشن، لان الراوتر اصلا ما بيعملش سبورت لبروتوكول الدي تي بي، فلازم اعمل السويتش هارد كود ان هو شغال ببروتوكول دي تي بي. فاقول له سويتش بورد مود ترانك. تمام. طب الكومن ريجكتد حد فاكر ليه؟ هضطر اقول له سويتش بورد الاول تمام ترانك، اني عايزه احدد الانكابسوليشن بتاعي يبقى نوعه دوت 1 كيو، وبعد كده اقول له ترانك. ها افتكرنا؟ طيب انا كده خلصت كونفيجريشن على السويتش. تعالوا نيجي بقى على الراوتر. متهيألي مفيش اتفه من كده. تمام. هنزل تحت الانترفيس فاست 0 على 0. قلنا تاني الحاجه الوحيده اللي انا هعملها على الانترفيس الحقيقي هقول له نو شت داون، وبعد كده اكريت السب انترفيسز. ازاي؟ هقول له انترفيس تست 0 على 0 دوت وات ايفر الرقم. الاول كده شوفوا من حقي ان انا اكريت كام سب انترفيس؟ 4 مليار وشويه 2 اس 32. تمام. فهقول له مثلا دوت 10 لو اديت له دلوقتي اي بي ادرس. بصوا الاول دخلني على مين؟ سب انترفيس. تمام. لو حاولت ان انا ادي له اي بي ادرس 192.168.10.1 هيدي ايرور. ليه؟ بيقول لي ثانيه واحده ده مش انترفيس حقيقي. ففي الواقع الداتا زي ما اتفقنا هتمشي على الانترفيس الحقيقي وتنزل على الانترفيس الحقيقي. عرفيني السب انترفيس ده في الواقع بقى المفروض انه يبقى مسؤول عن انهي فيلانات. حددي لي الانكابسوليشن بتاعه هيشتغل دوت 1 كيو ولا اي اس ال. تمام. فكان لازم الاول اقول له ان الانكابسوليشن بتاع البروتوكول ده ان هيشتغل ببروتوكول الدوت 1 كيو اللي هيتعمل له تاجنج جوه فيلان 10. المره دي لو اديت له اي بي صحيح انا نسيت اتست الاول. لو جيت اتست دلوقتي ما بين الاجهزه تمام لسه قدام ما فيش لسه الطرف الثاني لسه ما اتعملش. تمام. نكمل بقى كده كونفيجريشن على الراوتر. انزل بعد كده على الانترفيس الثاني اللي هو دوت 20 اقول له الانكابسوليشن بتاعي تبع فيلان 20، وبعد كده اقول له ان هو هياخد اي بي صح كده؟ تعالوا تيست. ها الشبكه بتاعتي بقت بينجابل ولا لا؟ تمام. طيب كده الشبكه بتاعتي قامت وزي الفل. شويه بقى هنتات كده بسيطه هتفرق معانا قوي. الفي لين النيتف في لين المفترض ان هي في لين كام؟ باي ديفولت 1. تمام. لازم تكون النيتف في لان على السويتش وعلى الراوتر نفس القيمه بالظبط عشان ما حدش يستهبل ويغيرها. طب انت لاي سبب من الاسباب غيرتها على السويتش لازم تغيرها برده على الراوتر. ازاي؟ لو انا جيت دلوقتي هنا على السويتش تمام ونزلت تحت الانترفيس اس 0 على 3 هو 2 ولا 3؟ 2 اللي رابطني بالراوتر. تمام. وقلت له سويتش بورد ترانك النيتف في لان اللي احنا شغالين عليها هي فيلان 10. كده انا لو حاولت ان انا اتست على الكونكتيفيتي ما بين بي سي 1 وما بين بي سي 2 الكونكتيفيتي كده واحد. تمام. احل المشكله دي ازاي؟
بكذا طريقه. الطريقه الاولانيه مش كلهم سبورتد على الاي او يو بالمناسبه، لان برضو الاي او يو احنا قلنا ان هو سيناريو محترم وكل حاجه، بس مش هيشغلني 100% بالسويتشنج. لكن مقارنه بالباك تريسر مفيش وجه مقارنه اصلا. تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي هنا بقى على الراوتر، الحل الاولاني اني هنزل تحت الانترفيس فاست زيرو على زيرو. هي مين النيتف فيلان دلوقتي؟ فيلان 10 صح. هاجي اقول له دوت 1 كيو، مش كان الامر بتاعي كده؟ تمام. هقول له بس دلوقتي اعمل لي انكابسوليشن جوه فيلان 10 و بي فيري كيرفول ان ده مين؟ النيتف فيلان. يبقى انا كده بعرف على الراوتر ان النيتف فيلان هي فيلان كام؟ 10. تمام. تعالوا فيريفاي. لو جيت دلوقتي هنا من البي سي ابنك في سيناريوهات هتشتغل، في سيناريوهات لا. نصبر عليه شويه. فاكره ده كان اللي بيشتغل ولا لا؟ بس عموما لو الكلام ده انتوا قمتوه على سويتش حقيقي، المفترض ده ايه؟ هيشتغل وهيبقى زي الفل. ما عليك. تمام؟ طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه هي طريقه غريبه شويه بس شغاله. ايه هي؟ هاجي دلوقتي على الراوتر والغي اصلا انترفيس فاست 0 على 0 دوت 10. هلغيه اصلا. تمام. وبعد كده انزل تحت الانترفيس الحقيقي ذات نفسه واديله الاي بي ادرس اللي كان المفترض ان يتحط على مين. تمام. هي طريقه غريبه شويه بس شغاله زي الفل. تمام. يبقى تاني الطريقه الثانيه هتعمل ايه؟ هتنزل او هتلغي الانترفيس اللي هو مربوط بالنيتف فيلان اصلا، المفترض ان هو يبقى نيتف فيلان، والاي بي بتاعه ذات نفسه تحطه على مين؟ على الانترفيس الحقيقي. في كونكتيفيتي ولا لا؟ تمام. على ما اتذكر الاي او اس القديم كان ده بيشتغل فيه، على ما اتذكر اللي هو الفيرجن اللي هو ده 15.1. تمام. طيب الطريقه الثالثه طريقه انا مش بعمل لها ريكومنديشن خالص، اللي هي لو جيت دلوقتي كده على الراوتر ايه الدنيا؟ لا الراوتر 10. هنزل دلوقتي تحت تست 0 على 0 دوت 10 واقول له انكابسوليشن دوت 1 كيو 10، بس مش هقول له هي النيتف. تمام. وبعد كده هاجي هنا اديله اي بي ادرس لاني كنت دلت الانترفيس ده. تمام. حتى هذه اللحظه المفترض ان مفيش كونكتيفيتي ما بين الاثنين، ما احنا اتفقنا ان انا غيرت مين؟ النيتف فيلان. تمام. وقع اهو. الطريقه الثالثه ان انا هاجي على السويتش ذات نفسه واعمل تاجنج للنيتف فيلان. ما احنا عارفين ان النيتف فيلان الديفولت بتاعها ما بيتحطش عليها تاج، هحط لها تاج ازاي؟ هقول له فيلان دوت 1 كيو تاج للنيتف. تاج لمين؟ للنيتف. انا عن نفسي مش بفضل الامر ده خالص. ليه؟ لان زي ما قلت لكم اساسا قبل كده، علشان لو كتبت الامر ده على سويتش المفترض ان انا هكتبه على بقيه السويتشات كلها، مش كل الموديلات اصلا بتاعت السويتشز، مش كل البوكسز بتعمل سبورت للامر ده. تمام. فده هيعمل لي مشكله. تمام. وده مش من ضمن الحاجات اللي شغاله كويس يعني على الاي او يو. طب والله يا راجل محترم مش تعرف الشبكه بتاعتي بينجبل كده ولا لا؟ في اي مشكله في الحته دي؟ وبصفه عامه مفيش اي سبب منطقي في البرودكشن ان انت تغير النيتف فيلان على مستوى السويتش، لان طبعا النيتف فيلان السويتش ذات نفسه ممكن يبقى عليه اكتر من نيتف فيلان. النيتف فيلان بيبقى بير انترفيس، فلو انت عايز تغير النيتف فيلان مثلا ما بينه وما بين السويتش الثاني اوكي، انما ليه تغيره ما بينه وما بين الراوتر؟ واضحه؟ تاني نشوف بقى الطريقه الثالثه اللي هي مين؟ يوزنج مالتي لاير سويتش. بالمناسبه صح قبل ما انسى، الطريقه دي برضو فيها شويه ليميتيشن، دي مش افضل سيناريو. ليه؟ انا هفترض دلوقتي ان انا عندي مثلا 100 فيلان، ما هو معنى كده ان الترافيك بتاع ال 100
الميل فيلين رايح جاي على نفس الانترفيس. ما احنا اتفقنا ان الداتا بتمشي على الفيزيكال انترفيس، هيجي عند لحظه معينه ويحصل عندي كونجيشن، تمام؟ وعشان كده الراوتر اون ستيك ما بيشتغلش الا على الانترفيسز بتاعت الراوترز اللي على الاقل يكون فاست ايثرنت. لو الانترفيس ده ايثرنت مش هيشتغل عشان السرعه، يا ريت يكون جيج ايثرنت، يا ريت يكون اعلى، تمام؟ طيب وبرده قلنا مش ريكومندد، لان هاجي عند بوينت معينه اكيد هيحصل كونجيشن على الاب لينك اللي ما بين السويتش وما بين الراوتر، تمام؟ افضل سيناريو بقى لو انت معاك بادجت ان انت تشتري ايه؟ مولتي لاير سويتش. تعال نشوف بقى ايه الحوار بتاع المولتي لاير سويتش ده. المولتي لاير سويتش ده بيبقى عباره عن سويتش في قلبه بروسيسور للراوتر، بيبقى في قلبه ايه؟ راوتر بروسيسور، تمام؟ وبيبقى فيرتشوالي برضو جواه مجموعه من السويتش انجنز، مجموعه من السويتشات. بيبقى كام سويتش انجن؟ على حسب الفيلانات اللي انت هتكريتها، تمام؟ بمعنى ايه؟ لو انا مثلا دلوقتي عندي كريت فيلان 10، عندي كذا هو خليه تبع فيلان 10، تمام؟ هيتكريت له سويتش انجن تبع فيلان 10، تمام؟ كريت كمان فيلان 20، هيبقى عندي سويتش انجن بتاع فيلان 20. كريت كمان فيلان 30، تمام؟ هيبقى عندي برضو سويتش انجن تبع فيلان 30 امسون، تمام؟ خلي بس هو ده اللي تبع فيلان 20، عشان بس نمشي على نفس السكيما، تمام؟ ان انا دلوقتي عندي كذا كمبيوتر بي سي 1 تبع فيلان 10، وهدي له اي بي 192.168.100/24، تمام؟ نفس الكلام هخلي الجهاز ده تبع فيلان 20 وادي له اي بي بي سي 2، ده هدي له اي بي 192.168.100/24، تمام؟ حتى هذه اللحظة. بالمناسبة صحيح اللاب اللي فات كنت محتاجة اعمل صحيح راوتنج على الراوتر؟ لا، لانه شايف الاثنين سب انترفيس كويس، انا لسه ما مسحتوش. لو جيت على الراوتر قلت له هنا شو اي بي راوت، شايف الشبكتين دايركت كونكتد، صح؟ من خلال ايه؟ فاست 0 على 0 دوت اللي هو السب انترفيس. يبقى انا اصلا حتى في اللاب ده مش محتاجة ان انا اقوم اي نوع من انواع الراوتنج على الراوتر، لانه شايف الاثنين دايركت كونكتد، تمام؟ طيب نيجي هنا بقى فيلان 10، الجهاز اللي تبع فيلان 10 والجهاز اللي تبع فيلان 20، ده على سويتش انجن وده على سويتش انجن، هيشوفوا بعض؟ لا، صح؟ طب عشان يشوفوا بعض اتصرف ازاي؟ قال لك ايه رايك اوصل سلكه ما بين السويتش انجن ده والراوتر بروسيسور، وسلكه ثانيه كمان ما بين السويتش انجن ده والراوتر بروسيسور، كل ده فيرتشوالي، انا مش هفتح السويتش اصلا ولا اعرف فيه من جوه، كل ده ايه؟ فيرتشوالي. ازاي بكريت السلكه دي؟ السلكه دي بنسميها اس في اي. الاس في اي ده عباره عن سويتش فيرتشوال انترفيس، سويتش فيرتشوال ايه؟ انترفيس، تمام؟ ازاي بكريتها؟ كل اللي فيها ان انا هقول له انترفيس فيلان 10، تمام؟ وادي له اي بي ادرس 192.168.10.1، بس كده. وكريت انترفيس تاني، انترفيس فيلان 20 دي الاس بي اي الثانيه، وادي له اي بي ادرس 192.168.20.1، بس كده. في اتفه من كده؟ بس انا كده خلصت كونفيجريشن. ناقصني حاجه واحده بس، ايه هي؟ هو ده في الاساس راوتر ولا سويتش؟ سويتش. هو اصلي هو يعني في قلبه بروسيسور راوتر صحيح، بس في الاول وفي الاخر هو سويتش، تمام؟ وعشان كده الراوتنج عليه ديسيبلد باي ديفولت. الراوتنج عليه ايه يا شباب؟ ديسيبلد باي ديفولت. ازاي افعل الراوتنج عليه؟ كل اللي فيها في الكونفيجريشن مود هقول له اي بي، هقول له ايه؟ اي بي راوتنج. كنا قلنا قبل كده، اعتقد قلنا قبل كده، ان على الراوتر اصلا الراوتنج انيبلد باي ديفولت، عمري ما كتبت امر اي بي راوتنج ده، لكن على السويتش هلاقي
الراوتنج ديسيبل باي ديفولت، فانا اللي محتاج ان انا افعل الراوتنج عن طريق امر في الكونفيجريشن مود اي راوتر. بس انا كده خلصت الكونفيجريشن بالذمه، في افهم من كده؟ تمام. تعالوا نقوم اللاب ده بقى. اللاب ده بس انا مش هقومه على الاي او يو، بيعمل لي شويه دروبات بس، تمام. وعشان كده هقومه على الجي ان اس. هنقفل ده بقى كده، تمام. وطبعا مين الموديل اللي ينفع ان انا اركب فيه 16 ايثرنت سويتش؟ هو ده، تمام. هايدت بس في حاجه كده بسرعه، اي او اس ايديت انيشال، عشان بس كنت بشرح للعيال البتاع ده في كروم لاب تاني وشد لهم ايه الستارت اب كونفيج، بدل ما نقعد بقى نقول له لوجي وسنكرونس ووجع القلب والحوارات دي، تمام. ايه وليوت سحبته دلوقتي اهو. اول خطوه فيه ان انا اوصل له 16 ايثرنت موديول، 16 ايثرنت سويتش موديول، تمام. ده عباره عن موديول كده فيه 16 بورد بشغلهم كسويتش، بقيه الانترفيس اللي عليه بشغلها كراوتر. فاقول له كليك يمين كونفيجر، هاجي تحت سلوت، في السلوت الفاضي اوصل 16 ايثرنت سويتش. وعشان بس الناس اللي مضايقه من شغله هقول له تشينج هوست نيم، هسميه سويتش، وكليك يمين تاني سيمبل، نختار شكل سويتش بس مش اكتر. كل دي حبشتكنات بس مش اكتر يعني لكن لازم تركب له 16 ايثرنت سويتش موديول طبعا، تمام. كليك يمين تاني بس اخر حاجه كونفيجر. بالنسبه للمساحه بتاعت البي سي ام سي اي اي، تمام، المفترض ان انا اخليها كام؟ هخليها مثلا 512. تودي هيثم؟ حاضر. تعالى نوصل بس الاول تو سويتشز هنا. بص ايه اللي حصل هنا؟ ظهر عندي مجموعه اكبر من الانترفيسز، مالكش دعوه بالاثنين بورت اللي فوق دول، لان دول اللي واصلين في البورت الاولاني او السلوت الاولاني، دول راوتد انترفيسز. ال 16 اللي تحت دول سويتشد انترفيسز. هوصل مثلا 1 على 0 و1 على 1 بي بي سي 2، تمام. ونقوم كده التوبولوجي ده، نكونكت بقى كده على الاجهزه دي. هاجي بس على بي سي واديله اي بي 192.168.10. دوت نملو بس 10.100 والجيت واي نفس الكلام هنا، اي بي 192.168.20.100، تمام. والجيت واي دوت 20.1، تمام. هو ده دلوقتي سويتش صح، بس في الاول وفي الاخر ده راوتر، وفي نفس الوقت كمان انا حولته بطريقه فيرتشوالي كانه سويتش. فلو جيت اكريت الفيلا نت بدل ما اضيع وقت، فين فيلين سي مثلا 10، مجرد ما اقول له اكزيت ما رضيش يقبلها، تمام. وعلشان كده انا كبرت حجم البي سي ام سي او اي، ده نوع من انواع الميموري هيثم زي ما اتفقنا، تمام. وهضطر كمان اقول له اريز لمين؟ ها؟ فلاش. بص يا هيثم، الراوتر كونفيرم، انا اوريدي ما عنديش اساسا فلاش لان ده حاجه فيرتشوال، فانا بسيميوليت كان انا عندي فلاش بس مش اكتر، تمام. البي سي ام سي اي ده نوع من انواع الميموري، انا بسيميليت ان هو ده مين؟ الفلاش، تمام. طبعا على حسب الحجم اللي انا اديته له عمليه الايريز بتطول، فانا بس هوقف الفيديو لغايه ما يخلص، مش هيطول قوي، كلها دقيقتين ثلاثه يعني، تمام. معايا؟ كانت المساحه طول قوي بقى في الايريز، تمام. فعملت له شوت داون وجيت على السلوتس خليتها 1 ميجا بس كفايه، لان كده يعني 512 كان هيطول قوي قوي قوي، تمام. وطبعا عشان اغير مساحه السلوت كان لازم اعمل له شت داون الاول، تمام، لان فعلا ملف الفلاش بيبقى ملف تكست حجمه صغير جدا، فانا مش انترستد في 512 كتير جدا عليه، تمام. نكريت بقى كده الفيلا نت
هكاري فيلان 10 ومين 20. وانت دلوقتي تحت انهي انترفيس؟ انترفيس فاست 1 على 0، فاست 1 على 0. واقول له هنا سويتش بورد مود اكسس سويتش بورد اكسس فيلان 10 تمام. وانزل تحت الانترفيس فاست 1 على 1، طب احنا رابطينه فاست 1 على 1 صح، واقول له هنا سويتش بورد مود اكسس سويتش بورد اكسس فيلان 20 تمام. طبعا لو جيت دلوقتي تبنج بين الاثنين مفيش كونكتيفيتي ما بين الاثنين تمام. طيب اتصرف ازاي بقى؟ ها هكاري الانترفيس فيلان 10 وادي له اي بي 192.168.10.1 تمام 255.255.255 تمام. بعض الانترفيسز الوهميه ده عباره عن انترفيس وهمي صح، بعض الانترفيسز الوهميه بتبقى انيبلد باي ديفولت زي اللوب باك، بعض الانترفيسز الوهميه بتبقى ديسيبلد باي ديفولت، بعض الانترفيسز الوهميه بتبقى على حسب الموديل بتاع السويتش. يعني مثلا الاس في اي على موديلات هلاقيها انيبلد باي ديفولت، على موديلات ثانيه هلاقيها ديسيبلد باي ديفولت. فمنع عندي اللخبطه، وبدل ما اقعد اقول شو اي بي انترفيس بريف والحصه دي كلها مش هيخسر ان انا اقول له بالمره نو شت داون تمام. لكن في موديلات تانية ده انيبلد باي ديفولت بالمناسبه، في موديلات تانية هلاقيها ديسيبلد باي ديفولت. لما تيجوا تقوموا اللاب ده مثلا على الاي او يو هتلاقيه ديسيبلد باي ديفولت تمام. طيب نكريت الانترفيس الثاني الاس في اي الثاني اللي هو 20 وادي له اي بي ها 20.1 وكان اعمل التاكيد بس هقول له نو شت داون خلصت. لا ناقصني بس ايه؟ اقول له نو اي بي راوتنج. طبعا نظرا لان ده راوتر في الاساس وانا ضايف عليه موديول هتلاقي ان اي بي راوتنج شغال باي ديفولت، لكن ده انا بتكلم على اساس ان انا جايبه ملتي لاير سويتش فعلا وشغال عليه، هتضطر تقول له ايه؟ نو اي بي راوتنج. محتاج اشغل اي راوتنج على الموديل ده او على الراوتر ده او على السويتش ده؟ لا. ليه؟ لانه شايف الشبكات كلها بالظبط دايركت كونكت، الشبكتين اهو شايفه فيا مين؟ الانترفيس الواحد تمام. المفترض دلوقتي ان انا لو جيت ابنك في ريبلاي تمام، شويه هنتات بسيطه بقى. لو انا جيت دلوقتي هنا على السويتش ده تمام وكريت مثلا انترفيس فيلان 30 واديت له اي بي ادرس دوت 30.1 مثلا تمام، واقول له نو شت داون. لو جيت دلوقتي وقلت له شو اي بي انترفيس بريف، المفترض ان انا لقيت اللي تحت ده انترفيس فيلان 30 صح. لو انا دلوقتي كنت شغال على سويتش حقيقي كنت هلاقي حالته داون داون، برضو في شويه ليميتيشن مش بيرفكت قوي. تخيل صحيح بالمناسبه، تخيل بقى كده ان انسب سيناريو تشغل عليه اللاب ده ايه هو؟ تخيل الباكت تريسر المعفن ده اللاب ده بس في المالتي لاير سويتش تمام. فالمفترض دلوقتي لو ده كان سويتش حقيقي كنت الاقي حتى الانترفيس ده ايه؟ ها داون داون. ليه داون داون؟ لو انت لقيتها داون داون ده معناها شو فيلان بريف، او من الدقه شو فيلان سويتش بريف عشان ده راوتر في الواقع تمام. فيلان 30 موجوده؟ لا. يبقى انت لو لقيتها داون داون ده معناه ان الفيلان اصلا دازنت اكزيست، الفيلان اصلا ايه؟ دازنت اكزيست. مجرد ما كريتها هلاقي حاله الانترفيس ساعتها اب داون فيلان 30، المفترض ساعتها ان حاله الانترفيس هيبقى ايه؟ اب داون. تمام؟ يبقى فرق ما بين داون داون وفرق ما بين اب داون. داون داون يعني ايه؟ ان انت حطيت اي بي على الانترفيس بس الفيلان doesn't exist، مش موجوده في ارض الواقع. مش في بالمناسبه في بعض الموديلات الجديده دلوقتي كمان من سويتشات، لو انت قلت له انترفيس فيلان كذا مجرد ما بيكريت الاس في اي هو بيكريت الفيلان، في موديلات كده دلوقتي تمام. لكن بصفه عامه لو لقيتها داون داون يبقى الفيلان doesn't exist تمام. طب اب داون، اب داون ده معناه ان الفيلان exist بس ما عنديش ولا انترفيس فعلا كونكتد تبع الفيلان دي تمام. يعني لو انا قلت له دلوقتي شو مثلا ايه
interface status. تمام؟ عندي اثنين انترفيس بس هما اللي كونكتد تبع فيلان 10 و20. عندي اي انترفيس تبع فيلان 30 سواء اكسس او ترانك، ما هو ترانك يعني معناه بيلوكس تو فيلان. عندي اي حاجه؟ لا. مجرد ما اخلي انترفيس عندي تبع الفيلان 30 ده اوصلها بكاس كمبيوتر او وات ايفر، المفترض ايه ساعتها؟ ان الفيلان دي حاله الانترفيس بتاعها هيبقى اب، حاله الانترفيس هيبقى ايه؟ اب. تمام؟ في طريقه ثانيه، ايه هي؟ هكتب لكم الامر بس الامر مش شغال. تمام؟ ممكن انزل تحت انترفيس مثلا زي فاست 1 على 7، فاست 1 اوفر 7، اقول له هنا سويتش بورد مود اكسس سويتش بورد اكسس فيلان 30. تمام؟ لو كان الانترفيس ده فعلا كونكتد بكاس كمبيوتر مثلا وحالته كونكتد اب، ساعتها الفيلان ذات نفسها هتبقى اب. تمام؟ انما هو في حالتي فاست 1 على 7 كونكتد بحاجه؟ نوت كونكتد. طب افرض ان هو نوت كونكتد ورغم كده انت عايز تعمل اكسكلود، تقول رغم ان الانترفيس ده مش كونكتد وهو تبع فيلان 30 الا ان انا هخلي فيلان 30 تقول. كل اللي فيها ان انت هتقول له سويتش بورد اوتو ستيت اكسكلود. هتقول له ايه؟ ها؟ سويتش بورد اوتو ستيت اكسكلود. الامر صح لكن مش شغال هنا. ولا شغال على الباك تريسر، ممكن تجربه على الاي او يو. تمام؟ يبقى تاثيره تاني ايه ده يا يوسف؟ ان انا بقول كده ان فاست 1 على 0 رغم ان هو disconnected مش كونكتد بحاجه، ورغم كده طالما تبع فيلان 30 انا كده بعمل اكسكلود للانترفيس ده رغم ان هو نوت كونكتد بس هيخلي الفيلان او الاس بي اي بتاعتها تقوم. تمام؟ يبقى بي فيري كيرفول تاني. اخر حاجه تاني، لو انت لقيت حاله الانترفيس داون 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 يعني ايه؟ الفيلان doesn't exist، الاس بي اي كاريت لكن الفيلان doesn't exist. لو انت لقيتها اب داون معناه ان الفيلان اتكريتد بس ما عنديش ولا اكتف ولا كونكتد انترفيس تبعها، يا اما تخلي انترفيس تبعها يا اما تنزل تحت اي انترفيس تبعها رغم ان هو نوت كونكتد وتقول له اوتو ستيت اكسكلود سويتش بورد اوتو ستيت اكسكلود. حد وقع مني هنا في اي حاجه؟